راح تحكي لنا على دركات، تحكي لنا على الجزرات واش كي نقسموا الجزره وين اللي نستعملوها للشواء وين اللي نستعملوها للطير. ديكوت للداخل، ديكوب كرومه تروح طياب، تروح طياب اه جيغو لي ستاك تخدم له لي ستاك تخدم لي بروشات منه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير وليدات. مساء النور. مرحبا بك اما الله يعيشك يا وليدي. مرحبا. اشحال الرجل هذه؟ هذه الحجر. اجمع كوبي حتى نكمل لها شي حاجه. اشحال الرجل هذه؟ هذه الحجر واحده. هذه هيا وزن هذه يا وليدي. اماني شمال. مرحبا بك. الحجر جاتك 675 الف. 7 كيلو الحجر. 60 الف. 675 الف. قول لي يا وليدي يا اخي ما فيهاش الشحمه. اه ما فيهاش الشحمه. عندي الضياف، الضياف اللي عندي عندهم بكل طوسم. معليش انا هذا بعت ديجا بعت الضياف خلطة ضياف. اه حطوا لي فطره في كارتي سجيك. نقول غير خاطرك ما هات وليدي هات حاجه ما خصهاش تحكي اكبرك هات اكبرك هات وليدي دوك يجيب لك السوارد وليدي وليدي جيب راح يجيب لك السوارد معليش الحاجه خلي راتي يا وليدي يا سيدي يا سيدي خليني نروح الحاجه انا مبيع بالخبر ما نبيع بالخبر الحاجه انا نبيع اللحم بس بس يا حاجه يا سنه فهمك ما تفهميني ما فهمك انا بيع نبيعك باللحم يا وليدي يا سنه فهمك انا نبيع بالصوان الله يا ولد هذا ماهوش دراهم ماهوش دراهم بدي تبيع انتي وجيب لي سنه دراهم ماهوش دراهم دراهم بيع انتي من يا سنه وليدي فهمك انا ما نبيعش هكا يا وليدي يا سنه فهمك تفضلي ما تفهميني انا ما نبيعش هكا حسنا فهمك وليدي ما راح تربح الكبده ما نربح لك ربحها انت كبده ولا نبيع نبيع بالصوارد وتربح الكرشه ما نربح والو ولا نبيع هكا والصوف تربح الصوف وليدي ما نربح الصوف ديال انت وذنين ديال ديك اللي عندي انا اعطيني لي رجل عمتاعي يا وليدي يا وليدي انا خلو تشوف كيف هاوزنو هاوزنو عندك وزني انت يا وعلي وزني 600 وهذا ويدي 1200 ترجع لي ما يهمش ما يهمش ترجع لي انت 600 ما ردش خلاص انا بعدي بدي لك هذا ما يحرق ارواحك مالي كيف ساعه لا 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 الله يبارك يعني بارك الله فيك يعني نسبك حاجة صح